ندوة النهاردة كلنا محتاجينها جدا، وأعتقد كلنا جايين عشانها، عشان نتعلم إزاي ما يكون عندنا ستريس نقدر نتعامل معاه ونقلبه لطاقة إيجابية. مع دكتور علاء رجب هتلقي كلمة جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية السيدة لونا بهجت، تتفضل. أهلا وسهلا بكم جميعا بنادي دريم لاند. برحب بضيوفنا الإعلاميين الكبار، أنا تشرفتونا بوجودكم اليوم معنا، وسيادة المستشار والإعلامي الكبير جمال الشاعر، ومش يعني مش عايزة أعد الأسامي كتير قوي، خايفة أنسى حد أم يزعل. أنا برحب بكم جميعا، ومجموعة حلوة قوي قوي الموجودة، شرفتونا ونورتونا، أهلا وسهلا. اليوم سنتعرف على بعض مع بعض كيف نستمتع بالحياة ونتخلص من الضغوط النفسية والحياتية. بالتأكيد لكل منا ضغوط الخاصة ومختلف عن الآخر نظرا لظروف والفروق الفردية والشخصية بين البشر، ولكن هناك ضغوط عامة تواجه معظمنا مثل المشاكل الأسرية والزوجية والاجتماعية. وهنا تأتي أهمية الصحة النفسية، لأننا غالباً ما نضغط على أنفسنا حتى يهدأ الموقف، أو نتصرف بشكل خاطئ متسرع، ننظر للأشخاص والمشاكل وننسى أنفسنا تماماً، أو ننظر للمشكلة بمنظار خاطئ. قد يكون السبب هو التركيز على حب النفس، أو قد يكون السبب هو السباق لفرض السيطرة على الآخر، وكأننا ننسى أننا كيان أسري واحد. الأهم هو الكيان الأسري الأهم من الأنا والأنانية والأشياء من هذه القبيل. جعلت مؤسسة الزواج تدخل في حرب واشتباكات وأشياء كثيرة، وشباب تعاني من بعض نقص المعادلة الناجحة، وبعضهم دخل بدوامة كيف أكون سعيد، والتناقض ما بين العادات القديمة والتطور الذي حصل بالمجتمع. الحقيقة أننا سنتعلم اليوم كيف نعد أنفسنا للسعادة، لأن السعادة قرار والنجاح أيضا قرار. ولن تتحقق السعادة يجب علينا أن نجري بعض الخطوات لتقوية المناعة النفسية، لأن ضعف هذه المناعة يؤدي لانهيار النفس والإصابة ببعض الأمراض العدوية. قد تكون نحن من نظلم أنفسنا لأننا لا نفهم أنفسنا بالشكل الصحيح دون حزن أو ألم، ونعرف كيف نعيش حياة حقيقية وسعيدة. إزاي تسعد زوجك أو زوجتك؟ اليوم سنستمتع بمحاضرة شيقة جدا عن الأسرة، هنسمع بروتوكولات الحياة الزوجية السعيدة مع ضيفنا الكريم الدكتور علاء رجب. أهلا وسهلا دكتور. اسمح لي دكتور أقدم لك، بس في بروفايل عن حضرتك قدمته قناة دريم، نتعرف عليك أكثر فيه، تفضل. يسعى لإكساب الجميع الثقة بالنفس دكتور علاء رجب، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتنمية المستدامة التابع لوزارة الخارجية. مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الناس اللي هم بعاد جغرافيا قريبين جدا جدا مع بعض، والناس اللي قريبين جدا جدا في البيت بعاد جغرافيا. مدرب دولي معتمد للاتحاد العربي، محاضر معتمد بمعهد الإذاعة والتلفزيون المصري، محاضر بمركز دار أخبار اليوم، ومؤسس مشارك لمبادرة لون حياتك. شارك في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، لديه أكثر من 200 لقاء عن العلاقات الأسرية والاجتماعية.
كما أنه يملك رصيدا كبيرا من المقالات واللقاءات الصحفية، لاقى تكريما من جهات عديدة نظرا لدوره الفعال في مجال الصحة النفسية، منهم على سبيل المثال لا الحصر جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، كما تم تكريمه من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والأكاديمية الدولية للهندسة وفنون الإعلام، بالإضافة إلى أكاديمية المستقبل. لن يمر اللقاء المزمع بدءه الآن في ندوة جمعية دريملاند للثقافة والتنمية دون أن تحصد ثمارا طيبا يعزز لك الثقة بالنفس والمضي قدما. أهلا وسهلا يا دكتور علاء. أهلا منورتنا وتشكرك، دي تالت مشاركة لنا مع بعض في جمعية دريم، نورتنا قبل كده والحقيقة لك جمهور صار في دريم، كل اللي بيسمعوك عايزين يسمعوك دايما وعايزين يستمتعوا بحديث حضرتك. بداية طبعا أنا بشكرك جدا على المجهود الرائع ده، وبشكر كل يعني شخصية جميلة جت النهاردة ودتني من عمرها جزء أو ساعات عشان تيجي نقعد مع بعض نتكلم مع بعض، ويمكن أغلى هدية أنتوا اديتوها لي النهاردة أن أنتوا اديتوني وقت من عمركم. يعني الساعات الإنسان ممكن يجيب هدية الإنسان وتبقى هدية غالية جدا، لكن عمرها ما بتكون هدية زي أن الإنسان يدي جزء من حياته، ساعة ساعتين تحمل السفر، تحمل أنه يجي هنا في دريم. فأنا بشكر كل إنسان بجد من قلبي على المجهود الرائع ده والطاقة الإيجابية اللي انتوا اديتوها لي بوجودكم النهاردة. بشكر حضرتك جدا على الكلام الجميل، انت قلت كل حاجة زي نستمتع بحياتنا يعني. يعني طبعا بشكر أساتذتي الجمال وأصحابي وأصدقائي اللي جم يسمعوني، بشكر أسرتي اللي برضو جم النهاردة، بشكر كل إنسان درست له، الشباب الحلوة اللي ورا دي كلها. يعني بجد نفسي أقول لكل إنسان، بشكر إخواتي وحبايبي اللي جم، لو أنا قلت كل اسم وقلت هو ليه بصمة نفسية في حياتي مش هيكفي محاضرة ولا محاضرتين من الناس اللي قاعدين. والله يعني بجد هم أثروا في حياتي جدا وأنا ناجح بيهم، وأنا فرحان وسعيد. وعايز أقول لكم يا جماعة إنه إحنا لازم قبل ما نحب بعض نحب نفسنا الأول، عشان لو حبينا نفسنا هنديها حقها، عشان نعرف ندي بجد ونحب بجد لازم نحب نفسنا بجد. ويمكن اكتر حاجه يمكن قالتها مدام لونا وهي بتقول المقدمه الذات، وان انت بتكون قاسي على ذاتك. انا عايز اقول لكل انسان لازم يطبطب على نفسه قوي، ما يبقاش هو والزمن على نفسه. يعني كفايه قسوه الزمن وقسوه الحياه وكمان يبقى هو قاسي على نفسه. يعني انا بشوف ناس بتتعذب من جوه، ليه تعذب من جوه؟ النفس لما بتغلط عادي ممكن تتعلم، وده الأهم، مش تستمر في الغلط. مفيش عمر للفشل زي مفيش عمر للنجاح، ممكن تنجح في أي وقت، مش أي مشكلة توقفنا، بالعكس ده احنا لما نسيبها هنشوف الحياة بشكل تاني. لما نفضل واقفين قدام باب مغلق مش هنفتح الأبواب. كل شيء في حياتنا بينتهي بيبقى ذكرى، وكل واحد من اللي قاعدين دول ما شاء الله في ناس كتبت سيناريو نجاح رائع انا تعلمت منه، وتركوا بصمه نفسيه رائعه في شخصيتي وفي شخصيات ناس كتيره جدا اتعلمنا منهم. ويمكن لما الاساتذه ييجوا والاقيهم قدام عينيا انا احس بسعاده وفخر واعتزاز، وانا عايز ادي تاني وتالت ورابع. وهو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا محتاجين بجد محتاجين ناخد بالنا كويس قوي من الديتيلز البسيطه، المشاعر، الاحاسيس اللي احنا بننساها وسط حياتنا كتير جدا. الغذاء الروحي، الغذاء الروحي. مفيش حد ممكن يبقى حنين على نفسه اكتر من النفس نفسها يا مدام لونا. يعني اكتر من ان انت تكون حنين على نفسك مش هتلاقي حد احن منها على نفسك غيرها. احنا بنعيش ضغوط نفسيه رهيبه جدا في حياتنا في كل المجالات في حياتنا، بنعيش ضغوط نفسيه حتى واحنا اطفال. واحنا اطفال كنا بنعيش ضغوط نفسيه، واحنا شباب بنعيش ضغوط نفسيه، وبعد ما نتجوز بنعيش ضغوط نفسيه.
طيب احنا هنتصرف ازاي مع الضغوط النفسيه اللي احنا بنعيش بيها؟ وفي ضغوط نفسيه بتعيش معاك وانت لما بتكبر، يعني بتفضل صغيره معاك وبتكبر معاك، علشان انت للاسف الشديد ما حاولتش تنساها. يعني انا بشوف ناس كبار جدا وعدوا الاربعين وعدوا الخمسين وعدوا الستين وعايشين نفس الظروف النفسيه بتاعتهم بتاعه الطفوله. ازاي يعديها؟ ده يعني فعلا حضرتك حطيت نقطه مهمه جدا. ياما ناس كبرت وعندها حزن فظيع على حاجه عدت فيها من عمر 10 سنين. عشان كده انا دايما بقول يا مدام لونا مسمى كده جميل جدا احنا بنسمعه، اسمه المناعه النفسيه. المناعه النفسيه زي بالظبط كده الاطباء لما بيقولوا ايه ده المناعه بتاعته قويه او المناعه بتاعته ضعيفه. في الفتره الاخيره ناس بتروح لدكاتره وبالذات بتوع القلب وبتوع العظام، ويقعدوا مع بتوع القلب بالساعات مع دكتور جمال شعبان او دكتور محمد يحيى، يقعدوا معاه ساعات طويله وتحاليل رايحه وتحاليل جايه، تحاليل رايحه وبعد كده يقول لها على فكره انت ما عندكيش حاجه، تقول له نعم على فكره انت في حاجه مزعلاكي، حاجه مزعلاكي. احنا بنستهتر بالنفس. لو واحد سنانه وجعاه بيجري على دكتور سنان، قالوا له عندك حاجه في القلب بيجري على دكتور قلب. لكن لما بيبقى النفس موجوعه محدش يقول لك لا انا اجي على نفسي، واصعب وجع وجع النفس والوحيد اللي ملوش دواء زرار بتاخد الدواء بتخف. يعني انت ممكن تنفعل في موقف ما وقلبك وضغطك يعلى، بتاخد الدواء بتاع الضغط والدكتور جمال يظبطك تمام، لكن هل انت خفيت؟ لا انت ما خفيتش، انت كده اديت مسكن كده بس انت عشان تبقى انسان كده، لكن انت من جواك عامل ازاي؟ المارد اللي جواك لسه مجروح من جوه، مجروح. وعشان كده انا دايما بقول فيه حاجات اساسيه، لان كل واحد من اللي قاعد قدامي دي شخصيه سنين، مفيش شخصيه زي الثانيه، مفيش واحد زي التاني خالص. لكن للاسف بنتصرف، احنا بنتصرف احيانا ده عمل كده اعمل زيه، بنتصرف بطريقه التقليد في بعض امورنا، رغم ان احنا بننسى ان احنا شخصيات مختلفه تماما، ولازم نتقبل اختلافاتنا عشان نعرف نعيش مع بعض. لكن اللي بيحصل انه كل واحد بيتخلى عن اهم حاجه ربنا اديها له. يعني ربنا اديها له ان هو مفيش زيه. يعني احنا بنجري في المحلات ونشتري الحاجه ونقول اه دي سنيه، لكن ربنا خلاك انت سنيه، محدش يقدر يبقى زيك، لا في طريقه تفكيرك ولا في مشاعرك ولا في احساسك. طب انت لما تحب نفسك وذاتك وتعرف ان انت سنيه وان محدش يقدر يقلدك، يعني ولا فرنسا ولا امريكا ولا اي بلد تقدر تقلدك، دي مش تخليك حاسس كده بنفسك يا سلام الله الله؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك ايه ولسوف يعطيك ربك فايه فترضى، ما قالش فتسعد. الفكره في ايه؟ انه الرضا. طب مين حاسس بالرضا؟ والرضا ليه ميزان ولا ملوش ميزان؟ يعني انت حاسس ان انت راضي، وهل سقف توقعاتك مع نفسك عامل ازاي؟ وهل الاخرون بيغيروا سقف توقعاتك مع نفسك؟ حد قالك انت وحش تبقى انت وحش؟ يا سلام انت وحش خلاص انا هتغير عشان فلان قال لي انت وحش. طب ليه ما تقولش ان انت حلو؟ يعني ليه دايما انت دايما راي الاخرين فيك هو اللي بيحدد طريقه تعاملك مع الاخر؟ دي غلطه كبيره جدا، دي غلطه كبيره جدا. واحيانا زي ما بنقول ان احنا بنعمل حاجه مهمه جدا اعتقد 80% من الشعب المصري بيعملها والشعب العربي، اللي هو ايه؟ الابتزاز العاطفي لنفسه او الاحتيال العاطفي على نفسه. يجي ينكر الشيء، اول حاجه في مثلث الاحتيال العاطفي اللي هو ماشي يا عيني حتى على بناتنا الصغيرين، حتى العيان ده. حتى اللي عايز يقنع حد باي حاجه، يعني يمكن ده من اساس تربيه الام، دائما تقول خلي بالك هيقولوا عليك كده، خلي بالك ما تعملش كده هيقول عنك ايه، واذا عملت كده هنقول عنك شاطر، واذا ما عملتش كده هي نوع من الزهر عندنا البذره دي، انه نحن نرضي الاخرين، نرضي الاخرين. بس هي فيها ميزات برضو. ما هو اصعب شيء ان انت زي ما انت قلتي من شويه ان انت تلاقي نفسك بتكبر
بتكبر بتكبر والبناء النفسي بتاعك بيصغر بيصغر، وتبقى محتاج محتاج حد يطبطب عليك وانت كبير، مع ان انت المفروض وانت كبير انت اللي تطبطب. لكن للاسف الشديد اللي بيحصل ايه يا مدام لونا؟ ان الناس لما بتكبر بتبقى محتاجه الناس هي اللي تطبطب عليها. لكن المفروض انت كل ما بتكبر بمشاعرك وتكبر باحاسيسك وتكبر بنفسيتك، لانه في حته مهمه جدا يمكن بيقع فيها الخلل ده وانا عايز اشرحه، اللي هو المثلث اللي الانسان دايما انا بسميه مثلث الاحتيال العاطفي. وده لو حضراتكم شفتوا كده في اختياراتكم لبعض الاشياء في امور في حياتكم كده، خصوصا لو حد يعني في هياخد اي قرار، سواء هياخد منصب في شغله او حد هيقدم على جواز او حد هيجوز بنته او الشباب اللي ورا دول اللي بيفكروا يتجوزوا، مثلث الاحتيال الصغيرين بس اللي يتجوزوا، الكبار لا ما تخافوش، الاحتيال العاطفي اللي هو يجي يقول لك ايه، اول حاجه ينكر، طب انا اعمل ايه؟ ما هو ده اللي موجود. تبقى عارفه انه مثلا خطيبها بخيل مثلا، ويروحوا مثلا يقعدوا مع بعض مثلا في مكان، يروح يعد الطلبات ونفس النظام، يجي العيد مسافر ويبدا يتحجج باي حاجه، ومع ذلك تقول لك لا ما هو هيتغير، اصل هيغيره بعد الجواز. ده دي البدايه، بدايه النصبايا دي اكبر ما خطا. ما حدش بيتغير صح؟ هيتغير. لا مفيش، لا راجل بيغير ست ولا ست بتغير راجل، لكن هو الانسان اللي بيغير نفسه. فاحنا الفكره انه بيحصل ايه، الانسان بينكر الشيء، اول حاجه بينكرها، بينكر تواجد الشيء السلبي، عشان هو ايه من جواه عايز يضحك على نفسه وعايز يستمر في العلاقه دي او يستمر في القرار ده. تيجي حاجه تانية بعد الانكار، التضليل، يبدا يضلل نفسه بقى، ما فلان بيعمل كده، هو اشمعنى انا؟ ده بيعمل التضليل ده، يعني هتلاقيه كتير قوي منتشر في الفتره الاخيره. تالت حاجه بقى بعد ما يتصدم وياخد على دماغه، يرجع بقى ايه، يلاقي اللوم او الشماعه يا مدام لونا في الاخر اللي بيعلق عليها كل الاخطاء اللي فاتت. يبقى هو انكر وضلل نفسه ولقى شماعه في الاخر علق عليها كل اخطائه. اعتقد ان مثلث الاحتيال العاطفي ده لازم ناخد بالنا منه، لان المجرمين، ويمكن اكتر حد يعرف يتكلم عن المجرمين طبعا الاعلامي احمد رجب، قاعد اهو صاحب مهمه خاصه، ودايما اي مجرم يقابله يقول له ايه، انا ما عملتش، امال مين اللي عمل؟ يعني دايما الدوافع، الانسان دايما لما بيجي يقابل اي مجرم يعني بيبقى الغلطان مش حاسس انه هو غلطان خالص، وبيقنع نفسه جدا انه مش غلطان، وبيحاول يقنع الاخرين، ودي مشكلة. ودي مشكلة يا مدام لونا من ضمن التأثير النفسي السيء اللي أنا بتكلم عليها في المجتمع دايما، أنه أصحاب الآراء وبالذات في مجال الإعلام، ويمكن عايز أقول لك 60% من درجات الاكتئاب انتشرت بسبب برامج التوك شو السالبة. أول حاجة تلاقي في برامج التوك شو أي حاجة سالبة، أن محدش بيسمع حد، المذيع قاعد مستني القنبلة اللي هيرميها في وش الضيف، الضيف قاعد مستني الكوباية اللي هيرميها في وش الضيف التاني، واللي صوته اعلى هو اللي بيكسب. واحنا دايما درسنا اللي صوته اعلى ما بيكسبش، ده اللي صوته اعلى حجته ضعيفة، لكن اللي صوته هادي حجته اقوى، ودايما وكلامه مقنع، لما وكلامه مقنع. ودايما لما بنقول عايزين حد كذاب تشوفه كده في قدامك تلاقي صوته عالي قوي. في 7 علامات كده للكذاب لازم تعرفوها، تحبوا تعرفوها؟ يا ريت يا ريت. اول حاجه هو بيكلمك تلاقيه ما يقدرش يبص في عينيك، تاني حاجه قلبه بيدق بسرعه، صح يا دكتور جمال؟ تالت حاجه دكتور محمد رجليه بتضرب، صح؟ رابع حاجه يا استاذ جمال وهو بيتكلم تلاقيه ايه، دخل في 50 موضوع عشان يطلع من الموضوع اللي انت بتتكلم عليه، صح كده؟ صح كده؟ طبعا حاجة الدينية هيبقى وشه باهت يا دكتورة نادية، مش هيبقى باين عليه الرضا بتاع الناس. وفي الآخر الكذاب هيروح النار. بس بيقول لك معلش أصلي يا فندم، هتلاقي حركة الشفايف عنده سريعة غير طبيعية، هتلاقيه ما بيبصش في عينك خالص وانت بتتكلم خالص، هتلاقيه بيحرك ايده لأي شيء يهرش في شعره أو يطلع حاجة من جيبه وهو بيكلمك.
دي حاجات كده علامات تعرفوا بيها الكذاب بسرعه. واول ما تلاقيه على صوته وقال لك وبدا بقى ان هو يختلق الاعذار الوهميه، تعرف ان هو بيكذب عليك من غير اي حاجه. دي علامات ايه؟ الكذاب. لا انا بكلمك انت يا انت بتصور الكذاب يا يحيى طبعا اكيد. دي حاجات احنا ايه لازم ناخد بالنا منها. طيب حد يقول لك ايه؟ ومن ضمن الضغوط النفسيه برضو يا دكتور، ما في ضغوط نفسيه عامه احنا بنعيشها زي نشر السلبيات، واول ما تقابل حد شفت البلد، شفت الدولار عامل ايه، مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش حد بيشتغل، شفت البلد عامله ايه. دي بس على الصبح كده لما تكلم حد يقول لك الكلمتين دول كفيله ان هي تجيب لك ايه؟ صلع غير وراسي على طول. بيبتدي لك بالسلبيات بقى، بيبدا على طول. زي واحد يقابل واحد يقول له يبقى نفسه يشوفه من زمان وحبيبه وصاحبه، انت ما شفتش اللي جرالي ده، انا او ممكن صرت الفلوس بتاعتي في البورصه. انت ما بيشوفكش ليه مثلا؟ بيعاتبه اول حاجه، بيعاتبه في اللقاء بدل ما يكون هو المقصر بيعاتب الثاني انه انا ما شفتكش ليه. فرضا انا عايز اقول لك على حاجه، انه الفتره الاخيره السياسيون اقنعونا ان السياسه اهم حاجه، ولكن والله والله يا جماعه حياتنا الاجتماعيه دي اهم حاجه. حياتنا احنا فعلا احنا كبشر، لكن احنا نقعد مشدودين لغايه بالليل وحصل ضرب هنا وده ضرب ده وده الراي والازمه بين المكان ده والمكان ده ومين يضرب اكتر وهنشوف هنعمل ايه. عايشونا احنا في حواديت حواديت، خلونا احنا انتبهنا لحاجات تانية، احنا مش عارفين ناخد بالنا من حياتنا. تيجي تكلمي الازواج، انت مش شايفه البلد عامله ايه؟ طب وده ماله مال الحب والمشاعر والاحاسيس، وماله من انت تجيب طلبات البيت؟ انت مش شايفه الدنيا بره فيها ايه؟ ده ماله مال ان احنا نخرج ونروح الويك اند بتاعنا؟ ملوش دعوه يعني، انت بتتكلم في حاجه تانية. كل واحد عايز يلاقي شماعه يعلق عليها اخطاءه، لكن في حد عايز يستمتع بحياته، وفي حد عايز، خلي بالكم في شخصيات بتحب قوي النكد، يعني في شخصيات عايشه كده لان من كتر ما هي شافت اسى وحزن في حياتها بقى النكد ادمان. بس هو لانهم سلبيين بيجي لهم النكد. ده في ناس كده الصبح تسلمي عليهم بس كده. يعني انا والله انا في جت فتره عليا في اشخاص سلبيه كده حشتهم من الموبايل، كل ما يكلمك ازيك انت شفت اللي حصل، او تاني كلمه، او الشخص التاني بقى اول ما يقولك بقول لك ايه تعرف انه يطالبك عشان مصلحه. مش حتى يعني ازيك، يعني مثلا اجمل مكالمات تيجي لي كده من حالي يقول لك ايه، انا بطمن عليك بس يا ببقى عايز ابروز الموبايل، بس بعدها باسبوع مش مشكله يا دكتوره نفرتيتي. استاذ طارق ودكتوره نفرتيتي تربيه والتعليم كلكم طلبات، انت استاذه وفاء بس هتعملوا ايه، انتوا تربيه والتعليم كلها طلبات. فالفكره انت روحك، انت احساسك، انت ليه دايما ده من ضمن المشاكل الفظيعه اللي بتخلي مشاكلنا سلبيه وبتحرر مشاعرك السلبيه، الانصات، الاستماع. احنا 90 مليون بيشكو ان 45 مليون الازواج مع بعض. اسمعيني، كلمه اسمعيني دي بسمعها كتير قوي، اتنين اصحاب مع بعض، انت سامعني؟ وكانه بياكد على كلمه انت سامعني، انت ودانك مديها لي. ربنا لو كان عارف ان الكلام اهم كان عمل لنا بقين ولا ثلاثه، كان عمل لنا كده يا دكتوره اماني صح؟ لون حياتك. ها عندنا اتنين ودن، عندنا اتنين ودن وعندنا بق واحد ليه؟ عشان تعظيم قيمه الانصات. وطبعا الدكتوره ناديه يعني عارفه ده كتير قوي في الدين وفي القران، والشيخ اسلام رضوان طبعا مشرفنا النهارده الشيخ الجميله. فشوف سبحان الله، يعني احنا الانصات، يعني الاستماع بيحرر المشاعر السلبيه، الاستماع بيقضي على المشاكل الزوجيه. اول حاجه بتقضي على المشاكل الزوجيه والضغوط النفسيه بين الرجل والمراه الودان، عشان ما تنسوهاش. الاستماع يا جماعه هو المفتاح الاساسي. ها ليه بقى يا دكتوره؟ لان اهم المشاكل الزوجيه بتيجي من عدم فهم يا شيف يسري التركيبه البيولوجيه الخاصه بالرجل غير خاصه بالمراه، وبالتالي السيكولوجيه بتاعه كل اتنين متغيره. هقول لكم حاجات كده اساسيه. لما الست بتحكي مع الراجل، هي مش بتحكي معاه عشان هي رغايه، لا خالص. احنا لما عملنا دراسات نفسيه عرفنا ان الستات الجمال بيتكلموا من حوالي 65 ألف كلمه ل 80 ألف كلمه في اليوم.
بس. حلو قوي كده يا ستات. الرجاله بقى تعالوا اتفرجوا الرجاله الجمال. كل الستات والله مش كل الستات. تخيل يا استاذ جمال الشاعر الرجاله بيتكلموا قد ايه؟ 20,000 كلمه زي ما قال الدكتور جمال. لا 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 فتحي للرجاله. لا 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 اصل احنا نفع على الرجاله ده. طيب يبقى نمره واحد هنا ايه؟ ان احنا خلي بالكم لو الراجل بيعرف ان من ضمن الطبيعه ان هي بتحب تحكي عشان تستريح، مش انت علاء الدين والمصباح السحري هتحلها المشكله، هي مش عايزه منك حل مشكله، هي عايزه تسمعك انت معها بس. والله انا بقول للرجاله اطمنوا، هي مش عايزه منك ان انت تدوس الفانوس كده وتحصل. الستات عندهم قدرات كتير قوي وعندهم مشاعر واحاسيس، والدعم النفسي ليهم سهل جدا جدا. الكلمه بتخليها ترفرف والكلمه بتخليها تموت وتدبل. يعني كلمه منك ممكن تعمل حاجه. وعايز اطمن الرجاله، الست لما بتحب الراجل بيكون هو كل حياتها، لكن الراجل لما بيحب الست بتكون جزء بسيط من حياتها. وبيخلص بنك الحب، ودي مشكلتنا في الضغوط النفسيه بقى. كل واحد بيتجوز واحده بيبقى فيه بقى فتح كريدت عندها، هو فاكر. والكلمه الوحشه اللي احنا بنسمعها في الافلام العربي، وانتهت قصه الزواج بايه؟ انا عايز اقول هي ما انتهتش قصه الزواج بالحب، احنا نقول وبدات قصه ايه؟ الزواج بالحب. كلنا كده نفتح حساب مع بعض كريدت، بس من نوع تاني خالص. الحساب ده فيه مشاعر، فيه احاسيس، فيه موده، فيه حب، فيه كل شيء، فيه صراحه، فيه حاجات. بنك الحب ده لو كل واحد طبقه على نفسه هو رصيد. انا رصيدي عند الناس اللي جولي النهارده مخصوص، ما هو حب. انا بقول لكم بجد يا جماعه، هو الحب ده بقى اللي هو احنا المشاعر، الاحاسيس، اللي هو كل واحد ليه عند تاني حاجه حلوه فبياخد، فانا بدي لك فانت بتاخد، بتفضل الحياه حلوه. لكن طول ما انت بتاخد بس وما بتديش، اكتر واحد هتتضر انت، لان العطاء بيخلي فيه هرمون، عندنا هرمون اللي هو هرمون السيسترين، وده هرمون بيخلي الانسان يحس بالسعاده. وقت ايه؟ وقت لما بيشتري حاجه، وقت لما بيساعد حد، وقت لما بيسعد حد ويديله حاجه. يعني انت لما بتسعد حد انت بتسعد نفسك قبل ما تسعد الاخرين.